واينشتاين حمار كمان. مين الحمار اللي يطيح في راسه تفاحه من شجره ويقعد يسال لماذا وقعت التفاح؟ مال امك صح، وقعت لانك حمار. ورط جدا، الله يورط جدك. ما رسبت في الرياضيات الا من قانون الجاذبيه الضعيف ذا. اوكي عرفنا انه في جاذبيه، ايش استفدنا بعد كذا؟ نمشي في الارض؟ كنا نمشي في الارض من اول، ايش مشكله امك؟